طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانا بطرق النعاد والدجداش البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. احنا وين رايحين؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا في مساء يوم الثلاثاء تم تسميه رئيس جديد للبلاد وهو برهم صالح، وتكليف رئيس حكومه وهو عادل عبد المهدي في سله اتفاقات واحده، واقصد الاتفاقات الجديده الاحزاب الرئيسيه الثلاثه التي يعني احتكرت منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 تمثيل مكونات هذا البلد الاساسيه والمتمثله بالحزب الاسلامي وحزب الدعوة. طبعا الحزب الإسلامي بقيادة إياد علاوي، العفو إياد السمرائي، وحزب الدعوة بزعامة نور المالكي، والأكراد عندما كانوا يتولون رئاسة العراق عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، وكان يعني الحزب الوطني قبل ذلك برئاسة فؤاد معصوم. وزير بارز مقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي صرح بأن انتخاب مرشح الاتحاد الكردستاني برهم صالح كان بضغط إيراني ويمثل إقصاء لمرشح مسعود البرزاني فؤاد حسين، رغم تعهدات سابقة له من كتل تحالف البناء المدعوم إيرانيا بانتخابه، ولكن تم التراجع عن هذه التعهدات قبل دخول البرلمان لجلسة التصويت، ولذلك استخدمت أربيل في تصريحاتها المتشنجة عقب جلسة التصويت لبرهم صالح عبارة الغدر بحسب الوزير، الذي بيّن في حديث مع صحيفة العربي الجديد بأن انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجلسة كان باتصال هاتفي من مسعود البرزاني. بالنسبة لتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، أوضح الوزير بأن ذلك نتج عن اتفاق بين تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري وبمباركة من النجف وبقبول من قبل إيران. أشار هذا الوزير إلى أن النجف دعم التكليف عبد المهدي كما يقول لسبب رئيسي واحد، وهو أنه شخصية له علاقات جيدة مع إيران، كما أنه غير أو أنها غير متقاطعة مع الأمريكيين، وهو ما تريده إيران على أقل تقدير، أي رئيس حكومة لا يختلف معها. الوزير أكد بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمية موجهة للداخل كما قال، وأضاف بالنسبة للأمريكيين لا بديل إلا التعامل مع عادل عبد المهدي، رغم أن واشنطن دعمت عدة أشخاص غير حيدر العبادي، ليس من بينهم الرئيس المكلف أخيرا، وذلك بعد يقينها بصعوبة تجديد الولاية لحيدر العبادي. ومن بين الأسماء عبد الوهاب الساعدي العسكري والوزير السابق علي علاوي. في إشارة إلى الدور الإيراني في الاستحقاقات الأخيرة، اعتبر عضو البرلمان السابق مشعان الجبوري بأن إيران قد حققت نصرا آخر في العراق، وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر بعد فوز مرشحها محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان، فإن إيران حققت نصرا آخر بفوز مرشح حليفها التاريخي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية. ولا يبدو طبعا عقب انتهاء عهد حزب الدعوة في الامساك بزمام الحكم في البلاد منذ العام 2003 بأن الآتي سيكون مريحا ومقبولا على المستوى السياسي في إدارة الدولة بحسب مراقبين، وكذلك على المستوى الشعبي بالنسبة لغالبية العراقيين العازفين عن منح الثقة لساسة البلاد. التوافق السياسي بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة سيبقى معتمدا على ترشيحات الأحزاب لأسماء تراها موالية وتضمن
حصصها من المكاسب وتحافظ على مصالحها. يؤكد سياسيون ومراقبون بأنه سيتم اختيار الوزراء وفق نظام المحاصصة الطائفية، لكن بشكل مقنع من خلال تقديم أسماء شخصيات كما يصرحون ذات اختصاصات معينة وتحمل شهادات عليا، وذلك لاعتبار الحكومة كما يسمونها حكومة تكنوقراط، وهو ما يعني بطبيعة الحال العودة للمربع الأول من خلال استمرار الأحزاب في إدارة شؤون الوزارات الخدمية والسيادية طبقا لنظام المحاصصة الحزبية والطائفية. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة وبرهم صالح لرئاسة الجمهورية، وما يتوقعه المواطن العراقي خلال السنوات الأربع القادمة. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم عم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حبيبي. الله يحفظكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. اللهم احفظ العراق والعراقيين. اللهم وحد كلمتهم. اللهم ألف بين قلوبهم. آمين يا رب العالمين. أستاذ عمر ما ذكر لو ياك اتصليت له ويا أستاذ مصطفى. طبعا يوم 10/9 الاثنين يعني 9/10 يوم الاثنين الساعة تقريبا بالخمسة طلعوا في إيران صورة عادل عبد المهدي أصبح رئيس الوزراء. نعم. يعني إيش قد صار هسه اليوم؟ اليوم ما أدري إيش قد صار، راح يصير تقريبا قبل 24 يوم أو فوق 24 يوم هو ترشح عادل عبد المهدي، ورئيس اللجنة لترشيح الأشخاص للدولة هو إيرج مسجدي السفير الإيراني في العراق. وأما جماعة اللي أسيل النجافي وأخوه وخميس الخنجر والحلبوسي توسطت قطر إلى إيران، وإيران أشارت إلى وكلاها العامر وغير العامري والفتح والنصر، وهذول تعرف هم جابوها. طبعا هاي مصيبة يعني على العراقيين، وهنا يتحمل الشعب العراقي وبالخصوص الشيعة أهل الوسط والجنوب، لأنه على أساس أماكنهم أمينة وهم يطيعونهم وهم يدعمهم وهم عندهم مكاتبهم. فما أدري يا عراقي يا جماعة الخير إحنا وين جاي نوصل وين نصير؟ هاي الحكومة بامتياز هم يأتون يقولون ما عندنا طائفية، وهي هاي طائفية بامتياز، ويقولون محاصصة وهاي محاصصة بامتياز، ويقولون احنا نمشي على الدستور وهم مخالفين على الدستور. الدستور ما بي السني فلان مكان والشيعة فلان مكان تخلوه والكردي ماكو يجي، يعني كل خلاف ما يقولون. نعم. انت الشيعي العراقي، انا من كربلاء وشيعي، يعني تنتمي الى مذهبك كأنه اكثر من العراق، وهاي مشكلة. يعني اقصد الشيعة المذهبية، الشيعة اللي هم عدة المذهب، بعض أخوة يتصل يقول أنا أحب إيران لأنه شيعة، وهاي مشكلة للإيراني ما ينظر لك هذا الشيء. أهم شيء المفروض العراق احنا نفكر به. حتى الكراد هذا برهم صالح كان يريد كان استقلال وما أعرف شنو، ومن وصل إلى المنصب هم قلب على جماعته وصار. وحتى يعني الجماعة من قالوا خميس الخنجر هذا ومجرم وكذا وكتلوا العراقيين وكتلوا الشيعة والسنة بيناتهم، أخير شيء وين وصلت؟ إذا هاي الدولة إحنا كلنا نعرفها كإنسان عادي بسيط. نعم. هذا يعرفها العيب بينا. أنت شو إمتاني؟ إمتاني من المرجع. المرجع يعني أنا ما أدري إذا أكو انتخابات وأكو دولة المني مرجع ما يعتاد، خله يستلم السستان ويمشي. بس انا اريد اقول لك واحكي بيني ما بين الله ومنطق. انت تابع السيستاني ليش؟ انا ما عندي عداوة، ليش؟ لا تشوفه ولا تسمع صوته ولا يطلع لك بشده ولا يطلع لك بضيق ولا يطلع لك باي شيء. اليوم لو بالبحرين مقتول 4-5 كان قامت الدنيا ولا انتقعت. احنا بينا 40 شهيد طينا و30 40 مفقود وتقريب 150 الف بس بالبصر متسممين ونايك عن الامراض السرطان والامراض المعديه. انت شن ثاني؟ يعني انا اسالك بالله، يعني خلي عقلك يشتغل، فكر. انت هذا الرجل ما جاي يشوفه ولا يطلع لك ولا يحكي
انت لمن تابعه؟ يعني اتعدى بيدي يا محمد الخير، شلون شلون يعني شلون؟ يعني هذا هم صاحب الزمان، لا شايفه لا عندي دليل لا ما ادري، والله قال فلان وفلان وانا امشي عليه، او يجي عليك يقول لك تعال انت يا ابو الحاج الشعب اقتل فلان الجهه يا بشنو. اليوم احنا حرب الحسين ويزيد، وين هذا عقدنا؟ وين واصلنا؟ زين هو السيستاني غير فد يوم يطلع لك بشده؟ انا اسال عقلك، انا كعقل عندي كانسان مثل باقي، كل واحد على قد حاله. انت هذا لو كان امير المؤمنين او كان الحسين او كان رسول الله في مكان السيستاني يطلع على الفضائيات لو لا؟ من اقرب للمنطق والعقل؟ يطلع ويأتي لو لا؟ انت شو تشوف؟ يعني السكوت ماله احسن؟ شنو معنى؟ الخطبه هو بالنجف والخطبه مالته في كربلاء، ترى مصيبتنا يا جماعه السيستاني. ليش ما يطلع؟ ليش ما يأتي؟ ليش يأتي النيابه عنه؟ تعرف ليش؟ لان اذا اخطا قالوا عني، واذا اصاب قال قلت انا. يعني مو جدير، من الاقرب؟ من الاقرب للعقل والمنطق يطلع ويأتي بالفضائيات؟ لا يبقى ساكت، لا يبقى مبهم. يعني بس من قال لك تعال روح تسوي حد الشعبي ورحت تحزمت وقلت يا لا يا لثارات الحسين ورحت قاتلت؟ زين انت مو مشكله، انت كانسان مسلم ومؤمن وما عندي شك فيك، يعني انت ما تفكر باكر الله يحاسبك ولا لا؟ انت تبطل روحك بيدمن، يعني انت ما تفكر يا جماعه الخير انا شيعي وبالمحاربه واعرف هاي الحكومه كذي واللي واعرف كل شيء عنهم واذكرهم اصدقائي. وين وصلت؟ يعني انت وين وصلت؟ يعني بعرف ماكو براك موت؟ مو مشكله، انت شو تشوف الشيعي خدم الشيعه؟ الى متى؟ مو احنا صرنا مثل مثل والله العظيم للعالم مثل، ولك العراق ولك العراق، هاي البصره هاي البصره في مثل الشرق الاوسط ما عندها ميه تشرب، وكل الناس قاعد تجي وتقول الاملاح والاملاح. مين تجي من ايران؟ ترى الضفتين خطيئه هوازين هم متبادرين ترى لا مي ولا كهرباء، مو بس علينا احنا 80% من اقتصاد البصره للعراق و80% من اقتصاد ايران بالاوس، اثنيناتهم متبادلين. انت لا تحب ايران لانه شيعيه، ترى ما تحبك لانك انت شيعي، انت عربي يحتقرك والله يحتقرك يا جماعه الخير. الحكومه الايرانيه بامتياز، انت وين من طواتك وين راح توصل والى متى؟ خوش هذا الحجه لو جاي طفل 15 سنه هم عرف يحمينا وهذا، زين انت الى متى؟ يعني ما ادري ما ادري، احنا نتدخل؟ يعني العامري يقول القضاء جزمه القرار عراقي بحت، يعني شلون؟ يعني هاي جماعه اللي انت داير مدارك البطاط وغير البطاط وهذا يقول انا لو حارب العراق وايران اوقف الى جانب ايران، يعني شلون؟ هذول ممثلين، ولا تنسى حتى هذول اللي انقتلوا ايش قالوا؟ شوف اقول لك امام جمعه الطهران ايش قال؟ قال كل من خرج في العراق متفارق وخرج على امام زمانه. يعني انا كشيعي وداخل حوزه ودارس واعرف هذا شلون، يعني اللي خارج على على على, على امام زمانه يعني شنو؟ يعني مفسد في الارض، المفسد في الارض شنو؟ يجب قتله. فانت لما تتعجب لما قتلوا سعاد العلي وغيره وغيره؟ يعني ذولا ناس، يعني احنا ذولا الاعزاب ناس يعني يعتمدون على مراجع، والمراجع قاعد تعطيهم فتوى ويقتلون، مو عباله كان بلاشيتي. اكو احزاب منظمه تتبعها المخابرات الايرانيه اللي يسموها السبا، والسبا يسمونها الحرس الثوري، والحرس الثوري يتبع الاطلاعات، فالاطلاعات وجماعه قاسم سليماني. فانت عليك يا اخوي، انت بعد بكيفك تريد تخلي دولتك مرتاحه، الحكومه هاي مرتاحه، لا انتخابات ولا خدمات، كلهم يضحكون عليك وهم بيناتهم الكعكه يقاسمونها. اذا تريد مشلوع قلبك وتبقى لاخر الدنيا مشلوع قلبك وخلي حكومتك ترتاح، ابقى ساكت. واذا لا تريد تحرير وتريد سعاده، ترى البلد يريد دماء، يريد تعب، حتى ذولا نذيعهم. وانا اشكرك استاذ عمر وطلت عليك. شكرا حبيبي. ابو علي من كربلاء كان معنا، معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر. طيب مجالي يخليك الله. تفضل. ألو. تفضل عمر. احنا نعرف كل زين، سابقا رئيس مجلس النواب لا يحل ولا يربط، بس مجرد لغوة زايدة وإصدار قرارات فاشلة، ولا قرار طبق لحد الآن، بس القرارات اللي طبقت اللي بيها السرقات ما سرقات هاي كلها رواتبهم المخصصات. رئيس الجمهورية، نعم رئيس الجمهورية، هذا من لا يحل ولا يربط. زين انت شفت اوس
الخفاجي هذا اجلكم الله السفيه، شلون حاط حيطه فؤاد معصوم وخلاه يعدم 40 واحد، هذا رئيس الجمهوريه، هذا كله كذب. لكن اليوم قسما بالله العظيم اليوم نضاف لهم واحد الاخر اضافه، هذا يسموه رئيس الوزراء راح يكلف على اساس مكلفين، هو اللي حق له مو رئيس وزراء، هو مجرد تكليف تشكيل حكومه، اذا شكل حكومه يصير رئيس وزراء، اذا ما شكل حكومه ما يصير رئيس وزراء، صح تحكيم ولا نعم. فاذا هذا راح يصير طرفور، شوف شو يصير اسمه طرطور هو ويا السنين البقيه. الان الحل الحقيقي بيد القوائم الجديده، هو راح يجي هو ضامن هادي وضامن نوري وضامن تليح على عنده 20 مقعد من جماعته وضامن الاتحاد الوطني، هذول الاربعه الخمسه لو تجمعهم كلهم ما يسوون 120 130 مقعد، جه هو يراد له 166 مقعد، راح يجي على مخته، مخته راح يقول له انا مظلوم، مظلوميتي اقوى من مظلوميه الحسين، زين انا 15 سنه وياكم ضحيت وضحكتوا علي وفجرت بقبتين وخليتوني اقتل بالسنه بالشوارع بالالاف على موت كذبه، انتم اللي سويتوها وسويتوا علي صوله الفرسان نوري وضحكتوا علي وما خليتوني لا اشارككم لا بالبوقات لا بغير شغلات لا بالمناصب لا بالهذا. انا هسه رايد اربع وزارات، اكبر قائمه 54 عدد عندي، رايد اربع وزارات، اثنين سياديه واثنين عاديه، تنطيني اهلا وسهلا، ما تنطيني روح جر على بانتك، روح يوم حيدر، يجي يوم حيدر، حيدر يقول انا بطل النصر والسلام، انا قائد النصر، انا حررت العراق من داعش، انا اريد من عندك ثلاث وزارات، عندي 42 مقعد، فليح انسحب ما انسحب هذا مو مشكلتي، انا عندي عدد، انا ما عندي اسماء، عندي عدد، واذا ما تصدق جرب نفسك بالبرلمان، عد مني يصير تصويت، شوف شو راح يصير التصويت. زين هنا راح يطلب وزاره سياديه وزارتين واثنين عادي هاي ثمان وزارات، راح يجي على اياد علاوي، اياد علاوي يقول انت ضربت بوري، ضربوني بوري يوم 2010، ب 2010 ضربوني بوري وضحكوا علي، هم والسنه وياهم هو كان قائد السنه، خلينا نقول 53 مقعد، تنطونا اربع وزارات اثنين سياديه واثنين عاديه، يبقى من هو هنا؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني، وانت تشوف شلون حامي يعني مثل ما يقول حاد السكين عليهم، يقول لك اني سقطت رئاسه الاقليم، قلنا ما يخالف. جينا على الاستفتاء وما رضيتوا به وسكتنا. انت عندك رئاسه الجمهوريه حاولت عليها وما انطيتوني اياها، انطيتوها للاتحاد الوطني، محافظ كركوك ما انطيتونا اياها. فاني تنطوني ثلاث وزارات اشارك وياكم، اربع وزارات شوف شو بيعجبه. يريده هنا العدد يكتمل هذا اذا كان هادي ونوري وفليح والاتحاد الوطني يشكلون حكومه هذا بيهم، هو راح لمده شهر كامل يروح ويجي حشد يسمع خر يمر يم هذا ويم ذاك، قال هذا وانتم راح تعلنوها بالاخبار عندكم بالاخبار راح تعلنوها يوم بيوم، والله التقى بمقتدى التقى بهادي وتبقى وما تبقى وتبقى وما تبقى وينتهي الشهر ويروح ينتهي. كل تهرب من هذا اللعبة الآن أصبح منصب رئيس الوزراء حشد يسمع طرف زين هذا عادة الزوية هل راح أنا أقول لك ما راح يشكل الغرض من عنده شنو يقول لك أنا عندي محرم أكو نار فتنة تشتعل خطة محضرتها إيران في محرم أريد أفش لهذا السبب أنا وافقت أنه يجي عادة الزوية يجي مجب آخر يشكل حكومة شهر كامل ينتهي محرم تجي شنو العقوبات الايرانيه على امريكا وراح يجي تكليف اخر وتكليف اخر شوف الى ان ينتهي الغرض والغايه اللي هي فاذا هم يقدرون على امريكا اقول على بالعافيه عليكم والله العظيم بالعافيه عليكم هذه الخطه اللي وضعتها امريكا استاذ عمر انا استاذ عمر وياي اسمعك هذه الخطه اللي وضعتها امريكا امريكا عندها خطه امريكا لا تستحي ولا تخاف عندها سياسه خبيثه ويا ايران سابقا في ليبيا اتهموا ليبيا باسقاط الطائره الانجليزيه على منطقه لوكربي الان تحول من ليبيا الى ايران ايران هي السبب الرئيسي في اسقاط هذه الطائره شوف اللعبه الخبيثه وغرموا ليبيا 6 مليارات انا باسر متاكد يرجع قرار الامم المتحده يقول لك ايران هي المعتديه على العراق ولازم تعوض العراق
هذا كرسي حاضر وجاهز ومطبوخ، يرضون ما يرضون، هذه سياسة أمريكا. هي مسألة إلهاء إلى أن ينتهي محرم وتبدي العقوبات الإيرانية ويبدي التكليفات الجديدة. الأمريكي اللي يقولها بصريح العبارة أستاذ عمر، الأمريكي في آياته الصغرى هو الدجال الأكبر، سيد الدجالين بالعالم الآن، يعرف شلون يلعب السياسة. ثم في آياته الكبرى هو الدجال الأعور المنتظر عجل الله فرجه. أشكرك أستاذ عمر. أبو عمر بن السليماني كان معنا، معنا اتصال أم أحمد من أربيل. تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هسه احنا سوينا مثلا هسه انتخاب عادل عبد المهدي او غير عادل عبد المهدي، هي نفس الوجوه، غيرنا شيء؟ ترى احنا ما غيرنا شيء. اما عادل عبد المهدي هو ما هو معروف بالحراميه مالته، وابو الاكراد نفس الشيء معروفين، بس الغلط غلطنا احنا. اكو واحد يخلي دوله اكو واحد يخلي على كركوك علم كردي؟ هاي وين صايره؟ بياما كان صايره. هسه ايران بدها تلعب ترى بينا لعب، احنا كلنا على مود ايران. ترى احنا هسه احنا محافظه طبعا ايران. معقوله احنا ما نقدر الايران؟ يعني معقولة سلمنا العراق لإيران؟ بضاعتنا من إيران، استيرادنا من إيران، كل شيء من إيران. يعني نسب، استغفر الله، نسب الله ما نسب إيران، وهي حكومة كلها فازة. يعني نفس الوجوه، شنو اللي جاء؟ شنو اللي صار؟ فجت وجوه جديدة عندنا؟ نفس الشيء، بنفس الحزب ونفس الشيء. هذا الحزب حكم، بس ما كان هذا الشخص، خلوه هذا الشخص. ما سوينا احنا فد شيء. اهل الجنوب هم نفسهم اللي قلنا لهم يا ترى انتوا بعدين راح يوقع الراس بالفاس، ترى انتوا اذا المحافظات الستة اللي انتفت بعدين راح يجي السر عليكم. ما قهر بال، وبعدين هسه هذا نتيجته. هم سووا بس ما قلت سليم، بس ما قلنا هيب. يعني ثروات العراق والله حرامات، شباب قاعده كلها قاعده، ليه زراعتنا اندثرت كلها اندثر، كلها ماكو. يعني كلها قمنا استيراد، ما عندنا شيء تنصدره، بس النفط نصدره، ومو احنا نصدره، نصدره بوق اولا يبوقوه، واثنين شركات تاخذ اجنبيه. يعني احنا باي وقت العراق هيك صار ممزق؟ باي زمن العراقي؟ حتى زمن الملوكيه ما صار هيك. يعني من اختلق العراق ما صار هيك. يعني الله اكبر، يعني خلي الشعب شويه يحس. يعني هاي غسل العقول، هاي استعمار العقول اكبر من استعمار الارض. يعني استعمار الارض تقدر تطلعها، بس استعمار العقول شلون تطلعها؟ ما تقدر، لان تربوا على هيك شيء، ربوهم على خميني وخامني. هو السبب وين؟ السبب كله قال المرجعية، وأمل المرجعية، وهم والله العظيم كذب، لا يسمعون كلام المرجعية، مخليها والمرجعية مستفادة، كلها مستفادة من هذا الكلام. ليش؟ لأن تريد تسوي نفسها هي وبس. يعني هي كأنها قد تحكم بالعراق، وها هي. يعني إلى متى احنا نضل على إيران؟ إلى متى؟ يلا قل لي. لا يعني احنا بال88 احنا هسه المفروض هسه يا إيران تعطينا، لان احنا بال84 قلنا تعورنا، احنا وقفنا الحرب وما قبل الخميني قال تجرعت السم. ليش هسه تعوضنا إيران؟ ليش احنا كل الإيران؟ ليش إذا إيران حتى الأحمر النووية تذب علينا لسبب السرطان ومن 87؟ أقول من 2007 قلنا لهم النووي، الأحمر النووية على نهر الكارون. ليش هالشكل؟ نهر الفرقة كانت إيران شبه تتقدم على العراق، كانت الكويت شبه تتقدم على العراق، كانت السعودية شبه تتقدم على العراق. ما كانت عملنا، أكو قوة سيادة، أكو سيادة، أكو دولة اسمها سيادة. هسه إحنا ما عندنا سيادة، ما عندنا حتى الأحزاب السنية اللي قاعدة بالبرلمان. والله مجلس بلدي ركب لي سيارة بسمنت فاتر. يا بني شعب العراق تدون ترى شنو سمنت فاتر؟ يعني 10,000 دولار. أنتوا اللي ما تملكوا لكم مرخة. مجلس بلدي 80,000 دولار. شيخ عشيرة، شيخ الأسود، ما أدري شنو. يا بني ترى خلونا هسه ما عندنا دولة. قال شيخ العشيرة وقال مجلس الوطني وكله والشعب هو واقع بيها. ولو الشعب ما يجوع وشباب قاعده معاهد وكليات كل شيء ماكو، الله وكيلك عماله تشوف خريج هندسه، خريج تربيه. يعني والله حرامات، والله عظيمه. لو شوفهم يصدوا يروحون للخارج، ليش؟ لو للقبور، لو تفجيرات تصير عليهم، لو اغتيالات النوبه قامت كل خميس 3 اغتيالات تصير. ليش؟
شنو يعني الشعب تدمر؟ يعني معقوله شعبنا جاي واعي لهالدرجه؟ ايش وقت يخلي ايد بايد؟ والله ما كنا نعرف انه شيعه، يا اسلام ما كنا نعرف انه شيعه، والله عنه كنا عمو خال، كنا عيب نقول هذا سني وهذا شيعي، كنا عيب نقول هذا مسيحي وهذا كردي، كنا عيب نقول هذا يزيدي، كنا شعب كنا واحد. شو اللي صار بينا؟ ليش هيجي؟ أنا أشكرك أم أحمد من أربيل كانت معنا. طبعا بحسب القانون أمام رئيس الحكومة الجديد مدة 30 يوم لتقديم وزرائه والبرامج الوزارية مكتوبة وعرض ذلك على مجلس النواب للتصويت، وإذا حازت التشكيل الحكومية على موافقة المجلس يتم أداء قسم اليمين الدستورية في قاعة البرلمان من قبل رئيس الحكومة والوزراء الجدد إذا ما أخفق عبد المهدي وتجاوز التوقيت الدستوري المحدد أو لم يحصل على ثقة البرلمان. يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، وهذا طبعا ما حدث قبل، استمرت المدة 6 أشهر ووصلت إلى سنة حتى تم تشكيل الحكومة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. من هو عادل عبد المهدي؟ عادل عبد المهدي من مواليد حي البتاوين في العاصمة بغداد 1942، ينحدر من أسرة أصولها من مدينة الناصرية. دخل عبد المهدي عالم السياسة في العراق وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد، وسجن إبان فترة حكم حزب البعث، وبعد إطلاق سراحه سافر إلى فرنسا. طبعا كان لغاية 63 أو 64 هو يعني ينتمي إلى حزب البعث. سافر إلى فرنسا في الستينيات وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 70، وبعدها بعامين حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة باوتيه في فرنسا. عمل عبد المهدي معروف مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي عندما كان في إيران، وكان قيادي في المجلس الأعلى. شغل عبد المهدي عدة مناصب حكومية بينها منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004، وقبل ذلك كان عضوا مناوبا عن رجل الدين عبد العزيز الحكيم في فترة سلطة الإدارة المدنية. تولى منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2005 ومنصب وزير النفط عام 2014، بالإضافة إلى عمله كأحد قادة المجلس الأعلى كما أشرنا، وأسهم كذلك في صياغة الدستور الجديد الذي جاء به المحتل الأمريكي عندما كان أحد نائبي الرئيس عام 2015. معنا اتصال عبد الرحمن من السليمانية، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم أستاذ عوض. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أهلا بك. يا أهلا بك. أولا أستاذ عمر، نعزي أنفسنا ونعزي الشعب العراقي بمناسبة تسلم عادل جوية ومرهب صالح رئيس مجلس الوزراء والرئيس الجمهورية، داعين المولى عز وجل أن إن شاء الله يدفع عنا بلاء الظالمين ويستفرج أمرنا الأمة إن شاء الله. نعم. أخي عمر، يعني شلون يصير الاستخفاف بعد على الشعب العراقي؟ يعني شلون يصير الاستخفاف اذا هاي الوجوه صار لها 15 سنه جات مع الدوله؟ يعني لو اكو يعرفون اكو شعب عنده ولاء وعنده حب ما كان يعني استخفوا فيك ليك استخفاف بدمائنا وجروحنا ومعاناتنا. شوف والله انا دائما اتصل وقلبي بالصوت الطائفيه، شوف احنا لما حسوا بينا نقول ونفعل وتظاهرنا ودروا وعرفوا بخطرنا اذا استمر راح يجيحهم ويجيح الطقم الجايفه. شوف يعني حشدوا علينا كل ما يستطيعون من قوه ودمرونا ودمروا مدننا ومناطقنا،
بحيث يعني اطمأنوا وبعد ما تقوم النقائم إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وخلوا ربعهم ذولا يقول لك ذولا يضبطون يوم ستة أيام أربعة أيام كهرباء ومي ويسكتون وظل على السرقات وعلى المهزلة الجيدة وعلى الدستور اللي جاب لنا يا بريمر غير بريمر نعم. ولا حاكم ولا حاكم. الحكي والله الحكي ما بي فايدة أستاذ عمر، هيك أحبتي لو أخذت بالخالي بلاش، مع احتراماتي يعني أنتم المواضيع. نعم بس لازم يعرف المواطن العراقي، لازم يعرف اللي دا يصير، مو يظل يقول والله ما يفيد الحكي ويعني احنا صارنا 15 سنة شنو اللي راح يتغير. طبعا في ظل هذه الوجوه ما راح يتغير شيء. معنا اتصال ابو حيدر من الفلوجة، تفضل ابو حيدر. السلام عليكم اخوي استاذ عمر، حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. والله استاذ عمر اللي جدي اقول اذا اكو عراقي يتأمل خير فأنا أقول لك عايش بوهم، لأن أقسم لك بالله العظيم ما راح نشوف خير ما دام على الوجوه. هاي واحدة. اثنين، أنا ما أريد أعتب لا على السياسي ولا أعتب على دول اللي يطلعون بالبرلمان ولا على الحكومة. أنا خطابي وحكي ويا الشعب العراقي، هو الشعب العراقي اللي متأذي من هاي الحكومة. أقول لهم يا عراقي أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، ولا تقولون علي متشائم، ولا اخاف واحد يطلع يقول هذا بعثي له صداني له هاي السوالف. قسما بالله ما نشوف خير ما دام هاي الحكومه موجوده. هاي واحد. الحكومه اللي تشكلها الامريكان والايرانيين اقسم لكم بالله ما تخدمكم بقد الشعر، لان اصلا هم ما جايين يريد يخدمون العراق، جايين يخدمون امريكا ويخدمون ايران على حساب الشعب العراقي. نعم. هاي واحده. اثنين، عندي بعد عمر تسمعني؟ أسمعك واضح. عندي سؤال، يعني أنا السؤال هذا أريد أسأل هم الشعب العراقي، ما أسأل السياسي ولا أعتب عليهم لا والله. أقول لهم أنت يا عراقيين ونطلع ونشوف ونسمع، إحنا تمجدون قال المرجعية وحكى المرجعية وقال المرجعية وحكى المرجعية. جينا ردفتها من المرجعية إيش قدمت لكم؟ المرجعية مالتكم مو هي اللي قالت المجرب لا يجرب؟ لو أنا قلت نعم. المرجعية قالت المجرب لا يجرب. زين أنا أسأل المرجعية، هو هذا عادل عبد المهدي ما مجرب وصار 15 سنة بالحكومة؟ نعم. برهم صالح ما صار 15 سنة بالحكومة؟ ما هم مو نفس الأصحاب الحاكمة هالبلد؟ مو كلهم فاسدين؟ هذا وين كان هذا؟ مو مجلس الأعلى؟ زين من اللي نصبهم أستاذ عمر؟ نصبهم قاسم سليماني، هو اللي شكل الحكومة. ترى لايد العراقيين اخاف عايشين بوهم ما يندلون. نعم. اقسم لك بالله اللي شكل الحكومه قاسم سليماني وقعدهم وجماعهم وجماعهم مع الاسف جامعه ارلال، لان كلهم مذلولين ما عندهم لا شخصيه ولا عندهم كرامه ولا عندهم عزه نفس، عباره عن لصوص قتله فاسدين قذرين. جماعهم قاسم سليماني نصبوا الحكومه. فاحنا سؤالنا اللي بنقول اللي بنفتهم يا عراقيين شو وقت، يعني احنا شو وقت نصحى؟ يعني نظل نتفرج والله ايران تلعب بينا شاطي باطي وقاسم سليمان يصير يجول بالعراق؟ يا شدفتهم العراق ما بي رجال، ما بي رجال العراق، ما بي رجال بالجنوب، ما بي رجال بالشمال، بالوسط ما بي رجال، لو بس اللي جابتهم الامريكان رجال والله ما دافتهم. نعم. ومع الاسف انا مع الاسف اللي يطلع شخص يتأمل خير من هيك حكومة، يتأمل عادل عبد المهدي يقول لك هذا علماني، هاي شغلة. شغلة ثانية، حتى رضينا بعادل عبد المهدي أتعداه، عادل عبد المهدي يقدر يختار وزراء كيفه لو فرض تفرضهم عليه الكتل الإيرانيين، مو فرض، هاي حصة الحزب الفلاني وهاي حصة الحزب الفلاني وهاي الشيعة وهاي السنة، وهذا شكو عنده واحد حرامي دعبا خلاه وزير حتى بوغ يكسر، ومع الاسف وراح تظل نفس الطاسه ونفس الحمام ما دام هالوجوه القبيحه ماكو. فالحال استاذ عمر ولو طولت عليك. نعم. الحال اذا ما تنقلع هاي الوجوه الكالحه كلها قلع كلها اقسم لك بالله ما يصير العراق براسه خير. الف سنه ما يصير ما دام هالوجوه القبيحه تحكم بلد. وانا اشكرك استاذ عمر، الله يعطيك. شكرا شكرا ابو حيدر الفلوجه. كان معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك.
الله يرحمه والله ثم يقول ان قلبي يجف دما يعني وصفه يعني كل حرامي رئيس وزراء العراق كيف حرامي عليه دعاوى المحاكم مسرق بقضاء في الدين قبل سنتين ثلاثه لحد الان يحطوا رئيس وزراء يشكل حكومه عادل عبد المهدي هاي واحده من علامات الساعه يا اخ عمر يعني نعم اللي يصير بالعراق ما يعقل يعني كيف وبرا مصالح حميد لك ايران جتي حطتهم عينه ما يصير هيك يا اخي ما عندنا حل هسه غير المقاومه اللي يجي بالقوه يطلع بالقوه يا عمر ما عندنا حل ناشد الجيش العراقي السابق الرئيس صدام ما عندنا غير مقاومه هذول ما راح يطلعون لنا على قلبنا يا عمر نعم القوه بيدهم والشعب العراقي طلع ببصره ذاك اليوم شفتهم كتله منهم 40 واحد والبصره حاليا كلها طبعا بها كوليرا فوق ال 60 الف واحد طبعا تطهير عرقي واحنا ولا حول ولا قوه عندنا ماكو حل غير المقاومه بس بدي اوصل هاي الفكره اللي يجي بالقوه يطلع بالقوه هذول ما يروحون بعد خلص فناشد المقاومه العراقيه الباسله ان ترجع لانه ماكو حل عندنا غير المقاومه حمر انا هذا رايي نعم وتحيه لك أشكرك محمد من هولندا كان معنا استكمال اللي من هو عادل عبد المهدي طبعا هو طبعا حصل على دعم من الكتلتين الشيعيتين لمنصب رئيس الوزراء هما كتلة البناء وكتلة الإصلاح عبد المهدي كان كما أشرنا متأثر بأفكار حزب البعث إلا أنه ترك حزب البعث في عام 1963 بعد ذلك عبد المهدي يعني تأثر بالفكر الشيوعي أثناء دراسته في فرنسا لكنه غير ولاءه السياسي بالانتماء إلى المجلس الأعلى بقيادة رجل الدين محمد باقر الحكيم عندما كان المجلس ينشط في إيران بعد بعد ثورة إيران عام 79 خلونا نقرأ الرسائل حول هذا الموضوع يقول الكتلتين التي جاءت بعادل عبد المهدي الفتح وسائرون أليست هاتين الكتلتين جزء من الفساد الذي أنهك البلاد وأتعب العباد وهل استفاقت هذه الأحزاب من فسادها وتريد أن تصلح ما أو أم أن صراخ الجياع واليتامى والعاطلين كان ضاغطا كما يقول انتظروا أشهر لا يستطيع عادل عبد المهدي يقول لا يستطيع صيد الحيتان الكبار ويخرج المليارات من الدولارات من بطونها ولا يستطيع أن يقضي على الدولة العميقة وميليشياتها الإيرانية ولا يستطيع صالح برهم صالح أن يصلح الدستور ولا يستطيع الحلبوسي أن يعتق رقاب 1200 مختطف كما يقول من قبل حزب الله إنها لعبة الأحزاب ومرجعية المجرب لا يجرب وهذا التوأم الثلاثي كما يقول مجربا وتبوأ مناصب قيادية رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أخي يقول بأن المسرحيات والشكليات التي تمثل ما يسمى الحكومة في العراق هي مجرد تغطية للمشاريع للهدم والسرقة المنظمة من قبل إيران وهؤلاء الشراذم كما يقول في المنطقة الخضراء مجرد سراق ومجرمين تتم من خلالهم هذه الصفقات المشبوهة وعلى العالم أن يعرف سوف يأتي اليوم الذي يغتص به شعبنا المظلوم من هؤلاء المتآمرين المختار من بابل رسالة أخرى يقول من يتحكم بالعراق عملاء مجردون من الوطنية وأذكر دليل على مئات الأدلة قاعدة السبايكر تخليدا للأمريكي الذي جاء ليفتك بالعراقيين وتجاهلون البطل الذي أسقط الطائرة الأمريكية ابن ميسان رسالة أخرى يقول فيها يعني هناك بعض الأخوة يبعثون صور صباح الخير ارسل رأيك في الرسالة حتى نستطيع من قراءتها السلام عليكم أبو عبد الرحمن من البصرة يقول يا أخي اشتحكي تحكمنا إيران وأمريكا وإسرائيل رسالة أخرى يقول أمريكا أغلقت سفارتنا أو سفارتها بالبصرة القنصلية طبعا هي قنصليتها بالبصرة حسب ما تقول لأن تخاف من تهديدات إيران هذه اللعبة واضحة يعني أمريكا تقول للشعب العراقي دير بالكم إيران قوية كما يقول طبعا هو
متهكما حتى الشعب العراقي يبقى خائفا من إيران ويقبلون بأي شخص تابع لإيران يصير. والله عيب على الشعب العراقي يصدق إيران قوية. قواعد أمريكية بالأنبار قذيفة وحدة تقاعد إيران عدل، بس أمريكا توكل إيران بالنيابة عنها. أصحوا يا عراقيين. إذن عادل عبد المهدي مكلف بتشكيل رئاسة الحكومة وبرهم صالح. تصريحات حول يعني تولي برهم صالح لرئاسة الجمهورية. الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود برزاني اتهم الأحزاب الشيعية والسنية بالتنصل من اتفاقها لدعم مرشحه لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين. وقال النائب عن الحزب بيار سعيد بأن الحزب تعرض لضربة من قبل تحالفي البناء والمحور التي وعدت بدعم مرشحهم لكنها تراجعت أثناء التصويت. أضاف سعيد بأن الحزب الديمقراطي لم يعد لديه ثقة بباقي شركائه، وأن ما جرى في جلسة البرلمان يخالف كل أشكال التوافق والتوازن على حد قوله. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك أخوي. حول انتخاب عادل الدوية ما يختلف عن بقية الشلة الجدي، يعني هو يعرفون العراقيين يعرفون تاريخه. وشيء ثاني، هذه الانتخابات ما صارت يعني بنظام ديمقراطي وسلس وحقيقي، يعني كلها يعني 90% أقول 80% ما حد راح الانتخابات. يعني منو خلاه يصير رئيس وزراء؟ هم الأمريكان وأتباعهم الإيرانيين. وهذا كله يعني أخوي عمر يعني كله ضحك على الزقون هذا. نعم. يعني إيقاع أكبر عدد من الناس سلكة الموت والموت البطيء. ولا تنسى إحنا إسلامنا صار ضعيف أخوي عمر. نعم. معنى عيني؟ أسمعك واضح. إيه إسلامنا صار ضعيف. ليش؟ لما انسأوا دول الرسام الدنماركي على سيدنا الرسول، هو رسالة إنه على مستوى شنو الشعب هذا الإسلامي لو خرطي. الظاهر الشعوب هاي صارت خرطية، يعني أنا توقعت راح يصير زلزال بالعالم العربي، بس هاي كلها صارت يعني شلون نقول عليها لعنة على 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 اللي يقول إحنا مسلمين. أكو واحد يصير نبي ويسكت فهو يكتر. نعم. هاي قلت لكم إذا يصير هذول الملة وقدرة هاي يصير على الحكومة أقرأ على العراق السلام. نعم. وبغاية يهنوا الأمريكان يعرفون تاريخهم ويهنوا على استلام المنصب. والله عجبي على البلد هذا. نعم. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. طبعا يعني تسمية عادل عبد المهدي بعادل سوية معروف، الحادثة اللي صارت قبل كم سنة قامت حمايته بسرقة بنك الزوية، وهذه يعني الزوية معروفة منطقة تقع في العاصمة بغداد تابعة إلى الكرادة. تم سرقة ملايين الدولارات من البنك، وحدثت فيها يعني عمليات قتل من قبل حماية عادل عبد المهدي لموظفين في البنك وحماية البنك. بعد ذلك يقال بأنه تم إلقاء القبض عليهم وتم يعني الحكم على بعض منهم بالإعدام ومنهم بالمؤبد، وما نعرف يعني حقيقة هذا الأمر من ناحية أنه هل تم القصاص من المعتدين أم لا. فاشتهر في ذلك الوقت ولغاية الآن عادل زوية. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل. تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عمر، هو عادل عبد المهدي شأنه معروف، شأنه شأن أي واحد من دول الحسين والسيدة الخضراء. نعم. والله اللوم يقع كله على الشعب العراقي، والله العظيم كله سبب احنا الشعب العراقي، لانه مزقونا تشنت هذا الشيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا تركماني وهذا يزيدي وهذا مسيحي وهذا صبي. يعني هذا هم من البداية احنا عارفينهم، ذولا هؤلاء اصلا هم حزالة بالمجتمع حتى يعلموه، خاصة جماعة الجنوب مع احتراماتي للشرفاء اللي بيهم لما شاف صدام حسين يعدم الحزب الدعوة الشيعة المجوسي، هم يسمونه إسلامي لك هو يدعون إلى حزب المجوسي. يعني من كان يعدهم كان يقول صدام حسين دكتاتوري، صدام حسين مو زين،
الكم ها هو هذول ها هم هذول هذول الدعوة وشبه الدعوة كلهم يبيون للمجوس اليهود والأمريكان. يعني هسه عاد عبد المهدي ولا قرار ما احنا شنو ننتظر؟ احنا ما ننتظر خير من هؤلاء الجوا الكارثة، مستحيل يجي خير. يوم بعد أسوأ من يوم، سنة أسوأ من سنة. احنا نعلم زين لكن هذا الشعب متمزق، يريد له واحد ينظم صفوفه من الشمال إلى الجنوب لكي يقوم قومه وحده، وإلا والله وبالله وتالله إذا سير الناس يسيرنا نعم. هذول اللصوص هذول ما عندهم إحساس لا قومي لا ديني لا إنساني. حيوانات تجن لكم الله أنقص لا بل حتى الوحوش أرحم. يمكن الأشد قد ما نلاحظه إذا يأكل فريسته ويشبع عنجان مريض فريسة ثانية تجي من عنده ماي ما يحشيه، لكن ذولا مصاصين دماء وعليه من كله حساب هذا الشعب. لكن نستاهل العراقيين ما يجرى بينا، احنا نستاهل كل اللي جرى لنا، لأنه احنا اللي تأمرنا على صدام حسين، احنا اللي كنا ديننا وطننا. لا يعني قابل العراقيين راحوا كلهم، راحوا لأمريكا البوش الابن قالوا تعال احتل العراق، هي أمريكا جت احتلت العراق وسقطت نظام. لا 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 شوف احزاب اي احزاب احزاب برا كانت عايشه بايران وغير ايران، جو الامريكان وطهم السلطه. يعني اغلبيه الشعب العراقي ما له ذنب، مغلوب على امره، خلينا نكون واقعيين. انا اقول لك واقع حالنا، انا بدي اكثر منك يا نص الجمهور سال عمر عزيز احكي لك روايه حو فلاح. احنا ما بقى لنا وقت جاي على بسرعه يعني بس يعني هذا الشعب العراقي ينطبق علينا المثل. المثل يقول جي على زرع ورقال ثلاث رعيان بي أغنام، يقول جي أفكر بالطريقة شلون ينام منهم كلهم. إذا بأول واحد وبسطه قال له لك أنت خوش ولا تموس وشكم، رجع ما منشى هذا ولا خوش ولا خلو بسطة. إذا بالثاني قال له لا أنت السبب، اشتري الآخر وابو لما بزع ومشى. إذا بالثالث وهكذا سعوا له وشوا والله أنت وشيع سنة أنت شو تصدامين أنت كذا اليوم مع الشيعة ونوع الكراد كذبون الواحد واحد، لكن إحنا للأسف هو سبب. هؤلاء لصوص. أشكرك أبو مصطفى من الموصل كان معنا. نقرأ آخر رسالة يقول فيها: في شمال العراق يضايقون على النازحين وضد العرب هناك عنصرية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها عن مرشح أو من عادل عبد المهدي الذي سوف يقوم بتشكيل الحكومة لأربع سنوات قادمة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.